بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول المولى عز وجل لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. انطلاقا من أجواء الظلم والقهر الذي تعيشه البلاد في هذه الفترة وما يعانيه جزء كبير من أبناء هذا الوطن من ظلم وقهر وتعذيب وقمع للحريات وسلب للممتلكات وخرق كل موازين العدل وقلب الحقائق وتزييف الواقع واستهداف الشباب والطلبة، نعلن تضامننا الكامل مع المعتقلين في انتفاضة السجون، والتي تعد تعبيرا عن استمرار محاولات دفع الظلم وكشف الحقيقة التي يسعى الانقلابيون لإخفائها. فما وراء السجون يتعدى 40,000 معتقل للرأي، فما يدعونه من سجن للإرهابيين وما خلافه فهو منافي تماما للحقيقة. فهو مناف للحقيقة التي نسعى جاهدين لتوضيحها، فالقابعون خلف القضبان هم من صفوة أبناء هذا الوطن وخيرة شبابه، فمنهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم المعلم، وغالبيتهم من حافظي كتاب الله. وهنا وقبل كلمة أهالي المعتقلين، نود أن نوجه السؤال لمنظمات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان وللعالم الحر ومدعي الحريات والديمقراطية: إذا كان هؤلاء هم الإرهابيون، فماذا تكون شرطة الإنقلاب؟ وماذا يفعل جيش السيسي؟ أليس هذا هو الإرهاب؟ ونجيب نحن على أنفسنا أن الانقلاب هو الإرهاب.